طبعا هنا معانا هذه الصورة للمسيرة الراجلة اللي حصلت بهذاك الوقت. خلونا كذا نتذكر المسيرة الراجلة اللي سموها الشباب هذاك الوقت، أو اللي راحوا من تعز وطلعوا يعني ومشوا، سموها إيش؟ مسيرة الحياة من تعز إلى صنعاء. قطعوا كل هذه المسافات بكل حرية طبعا، وما فيش حد اعترض مسيرتهم. ببساطة على لسانهم قالوا إنه بهذاك الوقت النظام كان إيش؟ مؤمن لهم إنهم يعبروا بكل أريحية. أمانة كذا جيبوا لنا بعض الشباب والشابات اللي خرجوا بهذاك الوقت وإيش كانوا يقولوا. جينا مع المسيرة الراجلة، احنا ما جيتش من البداية لكن لحقنا المسيرة. الشباب أن يمتطي الطريقة مشيا على الأقدام. مع المسيرة بدأت التحرك وهي الآن بالحوضان من تعز إلى صنعاء. الشباب لسان حالهم يقول صبوحنا حرية وغداءنا مصر ودفاعنا عزيمة وإرادة. لو نعمل إلى صنعاء مسيرة راجلة إلى صنعاء. طبعا زي ما تشوفوا هنا في صور للمسافة في تعز، اللي هي المسافة ما بين الطربال وتعز نفسها، المدينة نفسها، وكمان ما بين إيش؟ المسافة ما بين تعز وصنعاء. ليش بتقولوا لي تقولي كذا؟ بقول لكم المسافة ما بين تعز وصنعاء لما طلعوها في المسيرة هذه كم كانت كيلو؟ 265 كيلو. والمسافة اللي موجودة ما بين تعز والطربال اللي هو داخلته يعني كم؟ 15 منقول كيلومتر. طيب انتم لما طلعتم بهذه المسيره طلعتم عشان ايش؟ عشان انتم كنتم حاسين انكم مظلومين، وانه يا جماعه احنا نشتي نتكلم بحريه، وانه هذا يعتبر قمع لنا ومش عارفه ايش، وعندنا حاجات نشتي ايش نحسنها في داخله اليمن. اوكي ما حدش قال حاجه، تمام حلو والله العظيم. طيب ما الطربل هذا يعتبر احد انتهاكات العبوديه داخل تعز، صح؟ الطربال هذا سبب كثير من المشاكل والمآسي لأهل تعز، يعني هم الآن محاصرين، يعني هم الآن يفتقروا لأقل الإمكانيات داخل المحافظة، مش فقط في تعز، في كثير من المحافظات.